مديرية صالة إحدى مديريات مدينة تعز، وقف اليوم سكانها أمام مبنى المديرية مطالبين بالتحرير وتخليص مديريتهم من الدمار والخراب والقتل اليومي الذي يتعرضون له من قبل الميليشيات الإيرانية. أبناء مديرية صالة هم أكثر المعانين، وقد يكونوا آخر المشتكين، ولكنهم أكثر المعانين. ثلثين المديرية في صراع يومي مع قناص، في صراع يومي مع قذيفة تهاون، في صراع يومي مع من أجل الحياة، وعندهم إصرار وعزيمة وكرامة في عدم ترك المديرية والبقاء في الأرض والتشبث بالأرض، بل وتقديم الدماء لهذه الأرض الزكية كي يستمد قوة النضال والتحدي. الصغار أكبر المتضررين، فقد استهدفت منازلهم ومدارسهم وحرموا من الحياة الآمنة، والنساء فقدن أقاربهن واستهدفن على مدى 3 سنوات، وأصبحن يعن أسرهن ويتحملن الصعاب. اليوم يرفعن أصواتهن مع إخوانهن الرجال أن يكفي مديريتنا معاناة. 3 سنوات في هذه المديرية من قذائف وضرب وتشريد وأيضا وتجويع بالمنطقة، شردنا من منطقة إلى منطقة بمدينة تعز، ولا ندري ما السبب لتأخير تحرير بقايا مدينة تعز، بس نحن صامدين ومستعدين أن نبذل قبضنا أولادنا، ضحينا بأولادنا، ومستعدات حتى نضحي بأنفسنا. في هذه المديرية أكثر من 6 مدارس تعرضين للقصف والتدمير، بيوت المواطنين أكثر من 3000 منزل مدمر، أكثر من 350 شهيد من أبناء هذه المديرية من المواطنين فقط غير المقاومة والجيش الوطني. يقول أبناء مديرية صالة في وقفتهم اليوم بأن مديريتهم أكثر مديرية تعرضت للقصف والدمار وسكانها للتهجير والنزوح، ولا زالت المعارك محتدمة بها، وكل يوم ومبانيها العامة والخاصة تتضرر، وأطفالها وكبارها يستهدفون. لذا خرجوا اليوم ليقولوا أن يكفينا معاناة، وقد حان وقت التحرير.